الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاةً وسلامًا إلى يوم الدين، أما بعد. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى في باب الكرم والجود والإنفاق في وجوه الخير، قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبداً بعفو إلا عزًّا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل، رواه مسلم. وهذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث عظيم، بيّن فيه النبي صلى الله عليه وسلم أمورًا عظيمة، وهذا الحديث من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، قال: ما نقصت صدقة من مال. لأن الناس إذا أنفقوا من أموالهم ظنوا أن هذا المال الذي دفعوه ينقص أموالهم، وهو في النظر الحسي ينقص المال، ولكنه في النظر المعنوي يزيده ويرفعه، إما بأن الله سبحانه وتعالى يزيده زيادة حسية بأن يفتح عليه من الأرزاق، وإما أن يفتح عليه بركاته سبحانه وتعالى بأن يجعل هذا المال مباركا، لأن العبرة في المال ليس بكثرته وإنما ببركته. فقد يكون الإنسان عنده الأموال الكثيرة ولكنه لا ينتفع بها، لماذا؟ لأن البركة منزوعة. وقد يكون المرء عنده مال قليل ولكن هذا المال القليل يكون مباركا فيه، فتجده يكفيه ويكفي من يعول، بل قد يتصدق على غيره من هذا المال القليل. فالعبرة، كل العبرة على البركة التي يضعها الله سبحانه وتعالى في هذا المال. ولذلك من أسباب البركة الصدقة، فالله عز وجل يزيد هذا المال إما زيادة حسية وإما زيادة معنوية بالبركة. فما نقصت صدقة من مال، قال: وما زاد الله عبداً بعفو إلا عزًّا. وذلك لأن النفوس تظن عند العفو أنها ذليلة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن العفو عزّ للمرء في الدنيا والآخرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق في هذا الحديث قال: ما زاد الله عبداً بعفو إلا عزًّا، وهذا العز في الدنيا وفي الآخرة، فدل على أن العفو من أعظم الأعمال وأجل القربات التي يحبها الله سبحانه وتعالى. وليعفوا وليصفحوا، لا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فالعفو من أعظم الخصال وأعظم الأعمال عند الله سبحانه وتعالى، والعفو يكون عند المقدرة، أما الذي لا يقدر فإنه عفا، وإن لم يعفو فإنه لا يعتبر، وإنما العفو المعتبر هو العفو عند المقدرة. ولذلك النفوس جبلت على عدم العفو عند المقدرة على العفو، ولذلك جاء هذا الثواب العظيم: ما زاد الله عبداً بعفو إلا عزًّا. وهذه العزة في الدنيا والآخرة كما ذكرنا، والإنسان قد لا يدرك هذه العزة يعني في الأجل القريب، ولكن قد يؤخرها الله عز وجل من أجل أن تكون هذه العزة أعظم وأعظم وأعظم. قال: وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله سبحانه وتعالى. وكل هذه الأعمال المذكورة في هذا الحديث هي في مقابل هذه الأعمال التي يظن الناس أنها على خلاف ما يظنون، أن الله عز وجل على الجزاء على خلاف ما يظنون. فالصدقة يظن المرء إذا تصدق أنها تنقص المال، وأيضا العفو يظن المرء أنه إذا عفا وقع في المذلة، وكذلك التواضع، إذا تواضع المرء يظن أنها مذلة له، ولكن في الحقيقة أن التواضع سبب للرفعة في الدنيا والآخرة. وهذا التواضع يشمل في كل الأمور،
لأن ضد التواضع الكبر، والكبر محرم بل هو من كبائر الذنوب العظيمة، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فدل على أن الكبر من أعظم الأعمال، يعني من أعظم الأعمال عند الله عز وجل جرما. ولذلك جاء في الحديث الذي حسنه بعض العلم أن المتكبرين يحشرون يوم القيامة كالذر يطأهم الناس بأقدامهم. لماذا؟ لأنهم رفعوا أنفسهم فأذلهم الله. العكس، إذا تواضع المرء رفعه الله. فإذا من تواضع رفعه الله، ومن تكبر خفضه الله سبحانه وتعالى. قال: وعن أبي كبش عمرو بن سعد الأماري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاثة أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوا: ما نقص مال عبد من صدقة، هذا مر علينا معنى، ولا ظلم عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله عزة. وهذا يفيد أن الإنسان إذا ظلم فإنه يصبر على هذه المظلمة، يصبر بأن لا يجزع. وإذا ظلم الإنسان فإنه يكثر من الاستغفار ويكثر من التوبة ويرجع إلى نفسه، لأنها هذه المظلمة التي أتت عليه ربما أتت عليه بسبب ذنوبه ومعاصيه، وربما أتت عليه امتحانا له وابتلاء من أجل أن يرفع الله سبحانه وتعالى درجته، فيصبر حتى يزيده الله سبحانه وتعالى عزا. قال: ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر أو كلمة نحوها، يعني شك الراوي. والمراد بقوله ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر هو أنه يفتح باب السؤال، يعني سؤال الناس، يسأل الناس. وهذا محمول عند أهل العلم على من سأل الناس تكثرا لا حاجة ملحة ولا ضرورة ملجئة، ولكنه يسأل تكثرا من غير حاجة، فإن هذا يبتلى بنقيض ما أراد بأن يفتح الله عليه سبحانه وتعالى باب الفقر. وهذا الفقر قد يكون ليس فقرا في المال، وإنما يكون فقرا في القلب، وهذا أعظم وأنكى. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. قال: وأحدثكم حديثا فاحفظوه. قال: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه، يعني يتقي الله في ماله فينفقه في طاعة الله، ويتقي ربه في علمه فيبذله للناس، ولا يستعمل هذا العلم في معصية الله سبحانه وتعالى. وهل يستعمل العلم في المعصية؟ نعم، قد يستعمل العلم في المعصية، يستعمله في استخراج الحيل، يستخرجه في البحث عن الرخص، إلى غير ذلك من الأمور التي قد يستغل فيها الإنسان علمه وسعة اطلاعه في معصية الله سبحانه وتعالى. فقال: لأنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه، ويصل فيه رحمه، ويعلم لله فيه حقا، فهذا بأفضل المنازل. وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية، يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، فهو بنيته فأجرهما سواء. وهذا يبين عظيم أمر النية، أن الإنسان إذا كان صادقا كما نص النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، صادق النية، أنه لو كان عنده هذا المال لأنفقه في سبيل الله، لتصدق به، فإنه هو المتصدق في الأجر سواء. قال: وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط في ماله بغير علم، لا يتقي فيه ربه، ولا يصل فيه رحمه، ولا يعلم لله فيه حقا، فهذا بأخبث المنازل والعياذ بالله. قال: وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، فهو بنيته فوزرهما سواء. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. إذن الإنسان على حسب نيته، إن كانت نيته طيبة وإن لم يرزق الفضل المحسوس فإنه يرزق الفضل المعنوي. فإن لم يكن عنده مال ولكنه نوى بصادق نيته أنه لو كان عنده المال لتصدق، فإنه هو المتصدق سواء. وكذلك من لم يكن عنده علم ورأى من عنده علم وقال: لو كان عندي مثل علم فلان لبذلته للناس، فهو في الأجر
سواء إن كان صادق النية، ولذلك النية شأنها عند الله سبحانه وتعالى عظيم، ولذلك أهل العلم أسعد الناس بالأعمال. كيف ذلك؟ بالنيات. ولذلك من كانت نيته مع علم بالفضل فإنها يعني إذا كان صادقا فيها فإنها توصله إلى منازل لا يبلغها بعمله. قالوا عن عائشة رضي الله عنهما أنهم ذبحوا شاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بقي منها، يعني ما بقي من هذه الشاة، فقالت ما بقي منها إلا كتفها، قال بقي كلها غير كتفها. رواه الترمذي وقال حديث صحيح. قال النووي رحمه الله ومعناه تصدقوا بها إلا كتفها، فقال بقيت لنا في الآخرة إلا كتفها. وهذا الحديث حديث يبين لنا عظيم أمر الصدقة، وأن مالك ما أنفقته وقدمته، والمال الذي تفنيه في هذه الحياة الدنيا قد تؤجر عليه وقد لا تؤجر وقد تؤجر، قد تؤجر عليه إذا كانت نيتك أنك تنفق على نفسك، تعف نفسك، تكف عيالك، فهذا تؤجر عليه، وقد تصرف في مباحات وهذا لا تأثم فيه ولا تؤجر، وقد تصرفه في معصية الله سبحانه وتعالى. ولكن الصدقة، الصدقة كلها خير، النفقة في باب الخير كلها خير، ولذلك تبقى عندك أمامك عندما تلقى الله سبحانه وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أعطانا قاعدة، قال بقي كلها غير كتفها، يعني بقي أجرها عند الله عز وجل إلا الكتف الذي لم تصدق به، مع أن هذا الكتف في الأصل أنه يعتبر من النفقة، ولكن أجر الصدقة أعظم عند الله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان بذل محبوبا تحبه نفسه وقدم هذا المحبوب الذي يحب الله على ما تهواه النفس، فصارت أعظم عند الله سبحانه وتعالى. وعلى قدر النية يكون عظيم العمل. وليس معنى هذا أن الصدقة أعظم من النفقة على العيال، لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك، قال أعظم أجر الذي أنفقته على أهلك. فتحمل مثل هذه الحديث على ما زاد على النفقة الواجبة، تحمل هذه الحديث على ما زاد على الأعمال أو على النفقة الواجبة. أما النفقة الواجبة فإنها أعظم من الصدقة، أعظم من الصدقة المستحبة. هذا والله أعلم وأحكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.